السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن أجدع وأشجع وأرجل بنت في مصر. أوكي يا شباب، الموقف طبعا جميل جدا. البنت دي طبقت مقولة ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة. طبعا الموضوع فيه نيجاتيف أوكي، وفيه بوزيتيفز، فيه إيجابيات وفيه سلبيات، لكن إيجابياته شيء عظيم جدا. إن بص، هجيبك مش هسيبك لو دخلت في بطن أمك. الموضوع طبعا إن البنت ماشية ولابسة شنطة، وفي اتنين راكبين موتوسيكل وعايزين يسرقوها، والسلبيات هنلاقي بقى بلاوي، ناس ماشية ويعني واطشين خالص، ناس شايفين الموقف ولا اكنهم من بنها، يعني زي ما بنقول بالمصري وكده. لكن البنت تصرفت ربي، تصرف بجد شجاع وعاش قوي. وتعالوا دلوقتي نحلل مع بعض ونشوف الفيديو يا شباب. يا جماعه، حادثه سرقه في شارع جلال الصبح الساعه 9:30. الموتوسيكل ده على طول بيعدي ومعلق، والاثنين دول راكبين عليه يسرقوا الشنط من الستات. ايوه طبعا. هنا ايه، شوف بنت اتعلقت بالموتوسيكل وموتوسيكل واقع. بنت جدعة والله اهو. وده طبعا عربية ملاكي ملوش فيه، ماشي عادي ولا اكن فيه اي حاجة. وبرضو الاخ بتاع الزبالة برضو دخل بالحصان في الولا، معرفش يوقفه، بس هي سحلت الولا. جدعة والله. الموقف دي بتحصل بصورة مستمرة. طبعا زي ما احنا شفنا البنت، الموقف ده تقريبا حصل على الساعة 9:30 في شارع جلال في فيصل الهرم اللبيني، منطقة اللبيني. اوكي، البنت ما شاء الله ما يعني ما وقفتش تتفرج، جريت بسرعة من اول مرة، قومت يعني لدرجة ان هي كمان اتجرجرت في الموتوسيكل، اتجرجرت على جسمها كله، اتجرجر على الارض، وفضلت برضو بتكمل. والولد طبعا وقعت الولد وعماله تضرب فيه ويضرب فيها، ما سابتهوش برضو، لحد ما الولد طبعا حس بالم من كتر الضرب، حس ان هو ممكن حد يجي يمسكه بتاع. ولكن طبعا السلبيات ان في ناس معديه خالص، للاسف. عشان كده لازم نتعلم الدفاع عن النفس. ممكن تتحط في مشكله وتكون مظلوم والله العظيم، وتلاقي ناس كتير بتتفرج، ناس ولا بيحوشوا ولا اي حاجه والكلام ده. طبعا مش كل الناس كده، لكن للاسف انا مش عارف الناس دي، يعني في ناس بتحب كده، يقول لك يا عم انا مالي، انا خليني في حالي، انا مش عايز احط في نفسي في مشاكل. لا طبعا، المفروض كلنا ندافع عن الحق وندافع عن الظلم. اوكي، وبجد البنت التصرف اللي اتصرفته ده تصرف جميل جدا. وطبعا لو اي حد فيكم حصل له الموقف ده، البنات بالذات تركزي انك تضربي على الانف، في الاذن، في الفم، تمام، في العينين، في منطقه تحت الحزام. المناطق دي حساسه جدا بالنسبه للاولاد. وان شاء الله هنزل سلسله فيديوهات خاصه لتعليم البنات للدفاع عن النفس. وعد باذن الله هنزل لكم حاجات قويه جدا. لازم نتفائل يا شباب، ولازم نقرب من الرياضه، لازم نكون ناس مسلمين على قد ما نقدر، ونبعد عن الشر. ولو اتحطينا في خطر لازم ندافع عن نفسنا، وما نسيبش حقنا الا في الحالات الخطر جدا اللي انا ممكن هموت فيها، تمام. ففي الحاله دي انا مش برمي ايدي، مش برمي نفسي في التهلكه، لكن مهم جدا برضو ان احنا ندافع عن نفسنا. لحسن لا قدر الله الشخص ده عاوز يقتلني، ينهبني، يفتري عليا بدون وجه حق وقاصد ده، في الحاله طبعا لازم ان انا ادافع عن نفسي، ولازم نتفائل. التفاؤل لا يعني انك لن تبكي، لن تمرض، لن تموت. التفاؤل يعني انك تعيش اقدارك كلها حامدا شاكرا، وتظن بالله رب العالمين خيرا. السلام عليكم.